السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الظهر من تونس. في تونس انطلقت منذ قليل مسيرة حاشدة من ساحة حقوق الإنسان مساندة للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الهمجي الذي يستهدفه منذ أسبوعين، كان دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل. دعم شعبي تونسي عريض لا يتوقف منذ أسبوعين يهدف إلى الضغط على الدول الغربية وسفاراتها في تونس قصد وقف العدوان والمجازر التي يرتكبها المحتل الغاشم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. أنشطة ثقافية أيضا وفنية عديدة تعيش على إيقاعها القيروان اليوم، يحتضنها مركب المدينة الثقافية، تجمع الموسيقى والرسم والمسرح والأوبريت وغيرها، والكل دعما وإسنادا من شباب الجهة وأهليها لصمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الهمجي الصهيوني. النقل لمنير الربحي. بالفن اللغة التي يفهمها كل العالم وانتصارا لصمود فلسطين، ملأت مختلف التعبيرات الفنية محيط وأرجاء المركب الثقافي بالقيروان في يوم مفتوح تحت شعار انتصار للمقاومة الفلسطينية. تقريبا في كامل ولايات الجمهورية وفي نفس التوقيت كلنا سنقف مساندة للشعب الفلسطيني، وهي رسالة نحب نقوله بالإبداع، بالثقافة، بالمسرح، بالفنون اللي موجودة الكل، النجم نناضلوا ونجم نساودوا القضية الفلسطينية. نبدأ إن شاء الله بالتعبير الثقافية، فيها مسرح، فيها كوريغرافيا، فيها عروض قياسية، فيها كورال بمشاركة معهد الموسيقى، رياض الأطفال، المركب الثقافي، وبعد إن شاء الله باش نجيو نوصلوا للقاعة هذه فيها حوار ثقافي مفتوح. أطفال وشباب غنوا لجرح فلسطين ورسموا بأناملهم بطولات المقاومة الفلسطينية وفضحوا بشاعة العدوان والقصف المتكرر على غزة وبعثوا برسائل تضامنية للشعب الفلسطيني الصامد. تألمنا برشا على فلسطين ونتمناو تتحرر، نتمناو يفرحوا ونتمناو يفرحوا ويتفرهدوا كيفنا، وإن شاء الله ربي ينصرهم. وكهو نحب نوصل المساج نتاع القضية الفلسطينية بالفن، بالرسم، ولا بالتصوير، ولا بالحاجات هذيك الكل، طونك ميساج أمين، معناها باش نوصلوه للعالم. ماذا بينا معناها لي فيديو اللي قاعدين نخدموا فيهم ولا الانشطه اللي قاعدين نعملوا فيهم، قاعدين نوثقوا فيهم وحدنا، قاعدين نترجموا فيهم بلغات اخرى، مسانده مع الشعب الفلسطيني، ونعرفوا اللي هي مش باش توصل لهم، اما يمكن حتى معنويا تنجم توصل. تمتد هذه التظاهره الفنيه على مدى يومين من الورشات والعروض المسرحيه والسينمائيه مسانده للقضيه الفلسطينيه. 9,106,844 ناخبا هو عدد الناخبين الذين بإمكانهم المشاركة في انتخابات المجالس المحلية مع تحيين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السجل الانتخابي في حصيلة أولى. وخلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بخصوص حصيلة الفترة الأولى من تحيل سجل الانتخاب، أعلنت الهيئة أنها تشرع بدءا من 23 من أكتوبر الجاري، تشرع في قبول ملفات الترشحات للانتخابات، وذلك حتى غرة نوفمبر القادم. وقد دعا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر المواطنين كافة إلى المشاركة في هذه الانتخابات، معربا عن جاهزية الهيئة لتنظيم موعدها الانتخابي بوضع الإمكانيات كلها لإنجاحه. ننطلق بعد ساعات قليلة في فترة هامة جدا في المسار الانتخابي، وهي فترة قبول الترشحات لانتخابات المجالس المحلية، والتي ستنطلق إن شاء الله بداية من يوم 23 من شهر أكتوبر إلى غرة نوفمبر. وطبعا هيئتنا الفرعية في كامل أنحاء الجمهورية مستعدة تمام الاستعداد للانطلاق في قبول ملفات الترشحات وفي البت فيها حسب الأجال المنصوص عليها في قرار الروزنامة. ودعوتنا أيضا لأبناء شعبنا في كل مكان، في كل عمادات الجمهورية وفي كل معتمدياتها وولاياتها، لمن يأنس في نفسه القدرة والرغبة أن يشارك في الشأن العام وأن يقرر ويمثل منطقته، أن يبادر
بإعداد ملفه وإيداعه في الفترة المنصوص عليها. دعوة إلى وضع مسار وطني موحد وشامل يتلافى نقائص منظومة التوجيه بمستوياتها المختلفة المدرسية والتكوينية والجامعية، ويرتقي بدور التوجيه رفعت خلال المؤتمر الدولي حول التوجيه المدرسي والجامعي والمهني في تونس، نظمته وحدة البحث والتربية والعرفان والتكنولوجيات التربوية والتعليمية بشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. النقل لجميلة صوالح محمد. الصعوبات التي تشهدها منظومة التوجيه في تونس سواء كان المدرسي أو الجامعي أو المهني، وغياب التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة، مثل محاور المؤتمر الدولي الذي حضره ثل من الخبراء وممثلين عن الوزارات المعنية. فرصة للاستماع إلى تجارب غربية وعربية، وأيضا فرصة لتقديم مقترحات وبلادنا تعيش على واقع إصلاح تربوي كبير، وربما المجلس الأعلى للتربية قد يكون إحدى أهم المؤسسات التي سيتم تناول فيها مثل القضايا، وبالتالي نحن نهيئ ونحضر لراسم القرار وصانع السياسات العمومية جملة من المقترحات. إرساء مسار وطني شامل وموحد للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني هو ما دعا إليه المشاركون في المؤتمر، وقد اعتبروا غياب المعلومة الواضحة حول آفاق مختلف الاختصاصات وعدم وعي التلميذ أو الطالب بقدراته المهنية من أبرز نقائص منظومة التوجيه. سوف نقترح حتى في المجال الأكاديمي تكوين، يعني هناك شهادة تكوين الموجه المرشد في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، يكون تكوين يعني معمق ويأخذ بعين الاعتبار صوغ الشغل، التكوين النفسي والاجتماعي، وفي تكوين لإدراكات المتعلم. نبداو نخدموا على التوجيه المهني من الصغرى، من الروضه، نبداو نعملوا انيسياسيون للصغار باش يتعلموا شنو الميولات نتاعهم، شنو هي الخدم، كيفاش يجرى الاكزرسيس نتاع الخدم هذوما، ما فماش نعلموهم ما فماش خدمه باهيه وخدمه خايبه، الخدم كلهم باهيين، ليسونسيال انا نحب نعملها الخدمه هذيك وعندي القدرات اني باش نعملها، وكي نخرج على المارشي دو لومبلوا نلقى معناها دي زوفر دومبلوا ونلقى لا بوسيبيليتي انه المارشي يقبلني ونقدر اني نندمج وتدخل حتى في القرايه نتاعنا. وفي خطوة لتوحيد منظومة التوجيه والتنسيق بين مختلف الوزارات، أعلن مدير عام الخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التشغيل على العمل على إرساء بوابة وطنية موحدة للإعلام والتوجيه المهني. توفر بها كافة المعلومات حول المهن ومسالك التعليمية والتكوينية حتى تمكن الشاب من الاطلاع على كافة فرص التكوين والتعليم، وبها كذلك منظومة سموها تيست بسيكومتريك تمكن الشاب من التعرف على نفسه وعلى مؤهلاته وقدراته وربط مؤهلاته ومقدراته بالمهن حتى يتم في البداية اختيار سليم لاختصاص يتماشى مع مؤهلاته وقدراته. وضعنا كذلك ان كونسيي فيرتيال يمكن من مساعدة الشاب على اختيار البرنامج على حسب يتماشى مع مؤهلاته. ووفق المشاركين في المؤتمر، فإحداث المجلس الأعلى للتربية يمكن أن يكون رافعا من رافعات توحيد منظومة التوجيه في تونس. جديد الأنباء تتابعونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مسح الرمز الظاهر على الشاشة ومشاهدة أخبار التلفزة التونسية بيت التونسيين. إلى اللقاء.